السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا اليوم هو الذكاء الاصطناعي لانتيليجنس ارتيفيسيال. غتقولي لي اشنو هو لانتيليجنس ارتيفيسيال؟ هو انه كنحاولوا ما امكن نعلموا واحد لا ماشين واحد لو روبو انه يقلد اون فونكسيوناليتي ولا واحد الميكانيزم ولا شي حاجه كيدير الانسان. مثلا كنعلموه انه يتكلم ابارتير دون فورماسيون اللي كنسميوها ديب ليرنينغ. مثلا تيتعلم هو راسو تيقدر ليه انه يتعلم بزاف ديال الحوايج. مثال تيتعلم الانفورماتيك، تيتعلم البرمجه، تيتعلم مثلا شي ماده بحال الرياضيات انسيت سويت، و ابارتير دو سا يقدر ليه انه يتحكم فيها اكثر من الانسان. كنظن انكم كاملكم سمعتوا ديجا بهذا لو مو هذا انتيليجنس ارتيفيسيال، حيت بزاف ديال الموتور دو ريشيرش، بزاف ديال لي سيت انترنيت كيعتمدوا عليه، مثلا جوجل، امازون، مايكروسوفت انسيت سويت، كاع هاد السيت هادو تيعتمدوا على الانتيليجنس ارتيفيسيال. حاليا كاينين دي زالغوريتم في اليوتيوب اللي تيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. في هذا الفيديو هادي غنعطي لكم جوج ديال لي زيكزامبل ديال الذكاء الاصطناعي. خليكم معنا. واش عرفتي باللي ولا من الممكن دير لي كورس ديالك بلا ما تخلص، بحيث انه ما كتكونش مضطر انك تدوز من لاكيس؟ واخا ما يكونش عندك لي سبيس وما تكونش عندك لا كارت بلو، تقدر دير لي كورس ديالك و اوتوماتيكمون كيتخلصوا من الكونت بونكير ديالك. غتقول لي كيفاش؟ غراس امازون جو سيستيم ديال البايمون كيدوز اوتوماتيكمون عن طريق لانتيليجنس ارتيفيسيال، سيتادير الذكاء الاصطناعي. امازون جو اخترعت واحد لو برينسيپ انه كيتبازا على سكانر ديال وجهكم، سيتادير كو كيسكاني الوجه ديال لا بيرسون و تيعرف اوتوماتيكمون تيديتيكتي لا بيرسون و تيديتيكتي لو كونت بونكير ديالو، و بيان سور تيكونتي لو نومبر دارتيكل لي شرا و اوتوماتيكمون تيبريليفوم لو كونت بونكير ديالو. دونك ما يحتاجش مازال يدوز في لا كيس ولا يكون عنده ني لي سبيس ني لا كارت بلو ديالو. هذا غير مثال بسيط على الذكاء الاصطناعي. اجيو تشوفوا دابا امثله اخرى على الذكاء الاصطناعي. وما تنساوش الى عندكم تساؤلات او اقتراحات نيزيتي با دي ليسي في الكومونتير وغنجاوبكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. هذا المثال اللي غنهضروا عليه دابا ان بو سبيسيال. واش كنتو عارفين بلي الجنسيه مريزيرفيا غير للناس، سيتادير غير بور لي زومان؟ الجواب خطأ. المملكة العربية السعودية أعطت ولأول مرة في العالم جنسية سعودية لروبو. نخليكم تعرفوا عليه. Hi, I came to Egypt to speak at the Creative Industry Summit's annual celebration for creativity. هذا الروبو سميتو صوفيا كما قلت لكم، وتم الاختراع ديالو في هونغ كونغ، وأول ظهور ديالو كان في الرياض. بوغ لانستون هذا الروبو كيدير دي كونفرساسيون، كيهضر على جميع الميادين. دار بزاف ديال لي بلاطو في فرنسا، في امريكان، في المانيا، في لي زيتازوني، اون غرو بارتو دون الموند. ما عندوش سي فالور اجوتي في لا تكنولوجي ولا في لا سونتي ولا في اي دومين اخر. بور لانستون اي في كو دي كونفرساسيون، تيهضر على جميع الميادين، جميع المجالات. وبيان سور بور لانستون كيميتريزي غير واحد اللغه اللي هي الانجليزيه. هادشي كاملو غراس لانتيليجنس ارتيفيسيال. كاين بزاف ديال الامثله في الذكاء الاصطناعي. انا هضرت لكم غير على دو زيكزامبل اللي هما كما شفتوا امازون جو ولو روبو صوفيا اللي خدا لا ناسيوناليتي ديال السعوديه. وكاينين بزاف ديال امثله اخرين غير في لي سيت انترنيت. مثلا parmi لي سيت انترنيت اللي كيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي كاين جوجل، مثلا كاين فيسبوك، كاين امازون انسيت سويت. وكاينين دوطغ سيت اللي ما معروفينش بزاف. مثلا غنعطيكم واحد ليكزامبل ديال واحد لو سيت اللي تيتعتبر من لي سيت اللي خدامين بالذكاء الاصطناعي 100%، بحيث انه مثلا كتكون باغي دي بارول ديال واحد لا شونسون اللي ما عمرهم تكتبوا نهائيا، كتمشي كتختار واحد لو تيم على لا شونسون اللي بغيتي تكتب. ما كننصحكمش بيان سور ديروا لا ميوزيك، مي بون سي جوست ان تيتر انفورماتيف. كتختاروا لو تيم ديال لا شونسون ديالكم، اوتوماتيكمون تيعطيكم دي بارول. بيان سور كي دي انتيليجنس ارتيفيسيال دي باز دو دوني، كيعتمد على واحد بزاف ديال لي باز دو دوني ديال لي شونسون اكزيستونت باش يجينيري لكم ليريكس لي هما اونيك. كياخذ دي لين دي مو من كلمات ديال لي شونسون الاخرين و تيدير لكم ان ليريكس لي هو اونيك. غنحاولوا نجينيريو هنايا واحد ليريكس بحال غنديرو بارول دون شونسون. En quelques secondes, on a obtenu pratiquement un poème de quelques dizaines de lignes qui m'a fait chauffer et qui a droit de faire ainsi de suite. Donc voilà, je vais vous dire. Il suffit juste de choisir le thème ou de dire la génération de
لي بارول ديالكم، تقدروا مثلا ديروهم بوغ دي بويم سيتشيت. انا ما كنصحكمش ديروا الموسيقى، بون هذا سي جوست ان اكزومبل ا تيتر انفورماتيف وصافي. واحد ليكزومبل اخر، كتدخلوا ليه لا فوتو ديالكم كيخرج لكم بزاف بزاف ديال لي فوتو بارابور على فوتو ديالكم، سي ان بو كومبليك اكسبليكي. كتدخلوا التصويره ديالكم وتاي ايماجيني دوتغ فوتو ا بارتير من لا فوتو ديالكم، مثلا بحال تاي ايماجيني لي زونفون ديالكم كي غيكونوا سي سويت، وتقدروا تميكسيو بين ثلاثه ديال لي فيزاج ولا اربعه ديال الفيزاج كيخرج لكم شخصيه خامسه. مثلا بغيتو تختارو شي شخصيه ما عندكمش لي كاباسيتي ديال الرسم اسيت سويت، كتاخذوا شي ديسان انيمي وكتمزجو بينو بين شخصيه اخرى وتعطيكم ان بيرسوناج اونيك اللي ما عمر شي واحد شافو ما عمر شي واحد دارو. سي تري 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 سوربرونون، حيتاش كتحس براسك بحال انت اللي اخترعتي ان فيزاج وانت اللي رسمتي اسيت سويت، الوغ كو سي الذكاء الاصطناعي هو اللي اختارعوها 100%. كما كتشوفوا هنايا كليكيو مثلا على هادي، وهذا الشيء كامل سي دي زيماج لي جينيرو ا بارتير دو هاد السيت. هاد لي زيماج ما كايكزيست ما ايزيست با دون لا في ريال، غير سي دي جينيراسيون دو ديماج لي كاتجينيرو ا بارتير دو فوتو سي دي شيت. كما كتشوفوا مثلا كليكيو على شي وحده، فوالا انا دابا كنجينيري دي بيرسوناج لي ما كاينينش نهائيا. دابا يلا تجينيرا تا هي السميه ديالها، هادي ما اكزيست با دو تو، غير انا اللي كرييتها دابا سيتشيت. وتقدر دير دي بيكست بين لي بيرسوناج وبين لي جو، فان دي بيرسوناج لي زيماج سيتشيت. مثلا نمشيو عند هذا نديرو ميكست ايماج كرييت نيو ميكس، غنميكسيو مثلا بين واحد لوبجي بين انا مالوغوزمون جي با تيليشارجي دي زيماج، عندي واحد لوكونت اخر فيه لي فوتو ديالي، تقدرو تأوبلودي لي زيماج ديالكم وتميكسيو بيناتهم وبين دي زيماج خرين. انا غنختارو غير دي زيماج اللي كاينين ديجا هنايا، غنختار بين هادي مثلا و هذا. هانتوما عطانا هادشيان كيشبه لهذا وهذا، إلا بغيت يشبه بلوش لهذا كتزيد في هادي، بغيت يشبه كتر لهذا كتزيد في هادا. هاد ليكزومبل إلا بو ميل ناقص فيا، غنشوف شي إكزومبل آخر. غنحاول ندير ميكس بين دي بورتخي ميكس، ناخذ مثلا هاد البيرسوناج بلس هادي. عطانا ان بيرسوناج التالت كي نيكزيست با دو تو، نقدرو كاع نزيدو ان بيرسوناج ان تخوتيام بيرسوناج ان كاتخيام ان سيت سويت، ونزيدو كتر مثلا بغيت يشبه كتر لهدا وهدا شوية وهدا سيت سويت. فوالا غير باش نعطيكم واحد ليكزومبل ديال لي فونكسيوناليتي اللي كاين في هاد السيت. وهاد السيت مثلا كيعتمد 100% على الانتيليجونس ارتيفيسيال، سي تري تري بيرفورمون كوم اوتيل. واعرف بزاف لي زالغوريتم خطيرين بزاف، كيديتكتيو ليني ديال ديتكتيو بكل شوز باش يجينيرو ليكم ليماج لي بغيتو. وتقدروا ديروه في اي ايماج، با فورسيمون دي بورتري ولا دي اوبجي، ميم لي ديسان انيمي تقدروا تختارو دي بيرسوناج دو ديسان انيمي كي نو جامي اكزيستي. مثلا ناخذ هادي زيد عليها هادي، هانتوما عطاتني ان تخوتيام بيرسوناج لي كين اكزيست ميم با، غنزيدو لي هذا فوالا سا دون كاتخيام ان تخوتيام بيرسوناج كي نا جامي اكزيستي. هاد البيرسوناج لي مثلا تقدرو تستعملوه في لي ديسانيمي ديالكم، ولا مثلا عندكم شي حاجة لي خاصكم ترسموها ومعندكمش الوقت، هذا سا بو فو دوني دي زيدي. وصلنا لفان ديال الفيديو ديالنا، ما تنساوش تخليو لنا ان تي كومونتيغ ان تي لايك. تهلاو فريوسكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.